وقوله طعمة للمساكين يدلنا على أن زكاة الفطر إنما تخرج طعاما، وهذا قول عامة أهل العلم. والرواية الثانية مذهب أحمد وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز إخراجها نقدا إن كان أصلح، ولكن ظاهر الحديث يمنع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طعمة وفرضها صاعا، وقال ابن عمر أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتحنا الباب كذلك لقلنا إن كل الكفارات يجوز إخراجها مالا إن كان ذلك أصلح، وقد غاير الله عز وجل بين الكفارات فجعل بعضها طعاما وبعضها كسوة، وجعل بعضها اعتاقا، وجعل بعضها شياها تذبح. وهذا التفريق يقتضي أن للشارع مقصدا، وخصوصا أن بعض الكفارات وجبت نقدا، مثل ما جاء في حديث ابن عباس أن الكفارة في وطء الحائض دينار أو نصف دينار، ودل ذلك على أن الكفارات لما تغايرت فإنه يدل على وجوب الوصف الذي أوصف الشارع به. ومثله نقول كذلك في الزكاة، وهذه فيها حكمة عظيمة، فإن ليلة العيد إذا انشغل الناس بالشراء بما يفرحهم ويفرح أبناءهم فإن المسلم لا يبحث عن ذلك، وإنما يبحث عن الفقير، ليس الفقير فحسب، بل يبحث عن أشد الناس فقرا وأشدهم يعني حاجة، وهو الذي يحتاج الطعام. فحينئذ إذا أعطاه الطعام فأغناه عن السؤال للطعام في ذلك اليوم، فلا أظن مؤمنا عنده سعة من المال يرى امرأ محتاجا للطعام إلا وسيعطيه مع الطعام أضعاف ذلك نقد، فيكون قد فتح على نفسه خيرين، خير الصدقة وخير زكاة الفطر معا، فاجتمع له الأمران. ولذلك فإن كل خير وكل فلاح في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيشير المصنف بعد ذلك لبعض هذه المعاني. نعم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم، فهي صدقة من الصدقات يجب أداؤها ولا تسقط.